تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صباح الخير والنور والعافية. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. ويسعدنا طبعا تواصلكم وتفاعلكم معنا على الرقم 600551414، وللرسائل النصية 4006. في حلقة اليوم بكون معاكم خلال هذه الساعة أنا محدثتكم آمنة آل علي، وفي الإخراج مخرجنا سعيد المر، وفي التنسيق زميلنا أحمد سلامة. وطبعا مثل ما عودناكم حلقاتنا دائما متنوعة وتتناول مواضيع كثيرة، وطبعا في حلقتنا لليوم بيكون عندنا آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعدنا اليوم في فقرة التغذية طبعا موضوع جدا مهم للناس اللي يدورون بدائل للأرز، وطبعا وللناس أيضا اللي ظروفهم يمكن تمنعهم أنهم يتناولون العيش. نقولهم تابعوا حلقتنا لليوم واستمعوا لأخصائية التغذية اللي بتكون معنا. وفقرتنا الأخيرة لليوم بتكون عن مركز الطب التكميلي في هيئة الصحة بدبي، وإمكانية هذا المركز ونوعية خدماته. إذا تهمكم هذه المواضيع أعزائي المستمعين، نتمنى منكم أنكم تتابعون برنامج صحة وسعادة خلال هذه الساعة. مثل ما عودناكم كل يوم نبدأ حلقة برنامجنا صحة وسعادة بخبر من الأخبار المهمة في وسائل الإعلام. خبرنا اليوم يقول: ما هو تشبع الأكسجين الطبيعي حسب العمر؟ وطبعا أعزائي المستمعين، يعد مستوى الأكسجين في الدم مؤشرا على مدى جودة توزيع الجسم للأكسجين من الرئتين إلى الخلايا، ويمكن أن يكون مهما لصحة الإنسان. وطبعا ينقل معظم الأكسجين بواسطة خلايا الدم الحمراء اللي تجمع الأكسجين من الرئتين وتوصله لجميع أجزاء الجسم. والتشبع بالأكسجين له نطاقات مثالية لمعظم الأعمار، ويمكن أن يؤثر على الصحة الشخصية للأشخاص في بعض الحالات. فالحين أعزائي المستمعين بنعرف شو هو تشبع الدم بالأكسجين الطبيعي طبعا بالنسبة للأطفال والبالغين وكبار السن. ونقولكم بأن معدل الأكسجين الطبيعي في الدم عند الأطفال يحتاج طبعا معظم الأطفال إلى مستويات عالية من تشبع الأكسجين ليعملوا بشكل طبيعي، ويتراوح نطاق تشبع الأكسجين الطبيعي في الدم لديهم بين 95 إلى 100%. أما مستوى تشبع الدم الطبيعي للبالغين فيحتاج البالغون إلى مستويات عالية من الأكسجين مثل الأطفال، يعني حالهم من حال الأطفال. فطبعا الأكسجين يجب أن يكون عند مستوى تشبع الدم الطبيعي بين 95% إلى 100%. وأي شخص يعاني من نسبة أقل من النسبة اللي ذكرناها فبيكون عنده مشكلة في تشبع، تكون لديه مستويات تشبع أقل، فلذلك فهو يعاني من مشكلة في رئتيه ويتطلب العلاج. أما معدل الأكسجين الطبيعي في الدم لدى كبار السن عادة ما يكون
لدى كبار السن مستويات تشبع أقل مقارنة بنظائرهم الأصغر سنا، والمستوى المقبول لبعض كبار السن من الرجال والنساء هو نحو 95%. طبعا أعزائي المستمعين، أرحب بدكتورة هند العوضي مقدمة برنامج صحة وسعادة. صباح الخير دكتورة هند. صباح الخير عامنة، شو هالمفاجأة الجميلة. حبيت جداً. اليوم أفاجأتك بعد إجازة طويلة، أخذ عنك مقدمة البرنامج وأبدأ فيها واستقبلت. والله مقدمة البرنامج والبرنامج كله تحت أمرك عامنة، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك دكتورة. وطبعا أعزائي المستمعين، بتاخذ معاكم دكتورة هند مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات الهيئة والصفحات الأخرى ذات العلاقة مع طبعا زميلتنا المتألقة والمشهورة أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. اليوم شو عندك من أخبار حقنا أسماء؟ من ضمن الأشياء اللي نحن بدينا يعني بدينا من فترة وحاليا نحن مركزين في قنوات التواصل الاجتماعي على خدمة هي بالتعاون بين 3 جهات، اللي هيئة صحب دبي، دبي ذكية، وأيضا محاكم دبي. 3 جهات يعني الخدمة صارت من بدل، اللي هي خدمة فحص ما قبل الزواج. قبل كان لازم الشخص يروح للمحكمة، يأخذون الورقة، يقضيون هيئة الصحة، يأخذون موعد، يسوون فحوصات، يشوفون الطبيب، يعني شوية التركل طويل شوية. لكن الحين كل شيء يقدرون يسوونه فقط من خلال تطبيق دبي الآن. تطبيق دبي الآن هو تطبيق تابع لدبي الذكية، وهو يوفر الخدمة. فإذا الأشخاص ما يحتاجون يروحون أي مكان، كل اللي يقدرون يسوونه وهم قاعدين في بيتهم، نسهل أمور الزواج حقهم. بروح الزواج صعب، فسهلوا لهم الإجراءات يعني. ونقول لهم مبروك الزواج مقدمة. والفحص الخدمة هي فحص ما قبل الزواج. كل اللي يقدرون يسوونه إنه يدخلون على تطبيق تطبيق دبي الذكية اللي هو دبي الآن، ويضغطون على خدمة ما قبل الزواج، فحص ما قبل الزواج. شهادة ما قبل الزواج تكون موجودة. الخدمة تم أتمتتها كاملة، هي خدمة ذكية. كل سواء كان مع هيئة الصحة ولا مع المحاكم، في النهاية نتيجة شهادة الزواج وشهادة الطبي، الجانب الطبي والجانب أيضا من المحاكم، كلها راح يتوفر لهم من خلال تطبيق دبي الآن. فالخدمتين اللي من الجهتين الحكوميتين بيكون موجودين في تطبيق دبي الآن. فهاي خدمة صارت بدل كم من يوم، صارت في كم من ساعة، ممكن أقل. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا حاطينها من صحة دبي بالأرقام، هو برنامج يعني مثل نشرة نحطها بشكل أسبوعي، وهالمرة كانت تتكلم عن أرقام صندوق الصحة. في صندوق الصحة في كثير من البرامج اللي يقدمها لمساعدة المرضى المعسرين في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، وكانت الأرقام اللي تكلمنا عن هذه المرة برنامج علاج أمراض العيون داخل الدولة، وهو ضمن مشروع مساعدة الحالات المرضية المعسرة بمستشفيات هيئة الصحة بدبي. أيضا نأكد على أهمية التطعيم، هو آخر شيء قبل نختم، أن لازم يحصل الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي أو من خلال الواتساب. كل اللي عليهم يكتبون يسيفون رقم 8342 عندهم في قائمة الاتصال، يكتبون كلمة هاي في الواتساب، وكل شيء راح يطلع لهم. بس يمشون على يعني الأشياء البوستات الموجودة، يضغطون على الأرقام ويأخذون وتوصلهم المواعيد المتاحة، يعني حدث مواعيد اليوم، فيمكن يأخذونها عن طريق الواتساب وأسرع، وهم ياسين وخلاص، يعني ما يحتاجون يدخلون أي أبليكيشن، كله عن طريق الواتساب. فتقريبا هالأشياء اللي حابين أكد عليها في حلقتنا اليوم، ونتمنى لكم صحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة، كانت معانا أسماء الجناحي وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي. أمنا فحص الزواج هذا بيختصر العديد من الأمور وبيسهل. نعم دكتورة، طبعا نحن سعيدين بتطبيق دبي الآن وهاي الخدمات اللي تسهلها دبي للمتعاملين. وطبعا مثل ما ذكرت أسماء دكتورة بخصوص التطعيم، أنا أخذت التطعيم طبعا من يومين، ألف مبروك أخيرا وليس آخرا، طبعا لظروف صحية، وليس ما بأخذ التطعيم، لا أخذت التطعيم من يومين، وصراحة انبهرت. وأنا طبعا دائما معتزة بهيئة الصحة بدبي، ولكني انبهرت بكمية التنظيم في قاعة
البرشة. وصراحة ليس بأني يعني موظفة في هيئة صحة في دبي، والله أني يعني صدمت من كمية الترتيب والتنظيم، وتوقعت أن الموضوع بهذه السهولة، كنت مستصعبة الروحة ومستصعبة يعني يا الله وزحمة وبترية. صراحة الموضوع جدا سهل، مجرد ما أني دخلت سجلت بياناتي على طول، والله ممكن المهمة كلها ما كلفتني 10 دقائق، وخلوني طبعا 10 دقائق في خيمة ثانية انتظر للاستراحة يعني. والأمور جدا منظمة، والناس الموجودين هناك مشكورين على جهودهم يعني اللي يبذلونها الصراحة، وعلى هالسلاسة وأنهم يسهلون للمتعامل رحلته في أخذ التطعيم. طبعا احنا دائما نحرص أن المتعامل يكون جدا سعيد، ورحلة المتعامل تكون قصيرة قدر المستطاع. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل سنتحدث عن بدائل الأرز. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414، أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. الكثير منا يتجنب الاعتماد على الأرز في تغذية الجسم، وقد يكون هذا لدواعي صحية أو عشان ينزل من وزنه أو شو ما كان السبب. فهذا الشيء أدى العديد منا عشان يبحث عن بدائل للأرز، وموضوع اليوم بيكون عن بدائل الأرز، ولكن هالمرة بنجيب معانا أخصائية التغذية العلاجية عشان تعطينا المختصر المفيد عن بدائل الأرز، الأستاذة سهى محمود. صباح الخير أستاذة. أستاذة سهى. أيوة. صباح الخير. أستاذة، لو بداية تحدثينا عن الأرز وشو هي قيمته الغذائية. أولا يسعد صباح الجميع المستمعين معنا اليوم. طبعا الأرز زي ما كلياتنا عارفين هو من الغذاء أساسي، تقريبا نحكي حول أكثر من نصف العالم. موجود على أغلب الموائد، بيأكلوا الصغار الكبار الأصحاء المرضى. الأرز يعتبر زي ما احنا عارفين هو مادة من المواد الأساسية اللي تحتوي على من مجموعة الكربوهيدرات أو النشويات، اللي تعتبر مصدر الطاقة الأول لجسمنا. الأرز في العديد من القيم الفوائد الغذائية، تحديدا الرز البني اللي يحتوي على القشر تاع الأرز، يعتبر مصدر عالي للألياف، غني في الكثير من المعادن، الحديد، فيتامينات ب، مجموعة فيتامينات بي يعني اللي هي مهمة جدا في الجهاز العصبي وتحسين عمل الجهاز العصبي، بالإضافة لرفع المناعة عند الأشخاص. حسنات الأرز سواء كان الأبيض أو الرز البني إنه يحتوي على كمية منخفضة من الدهون، في مصدر بروتيني جيد للإنسان، وبالتالي هاي الأسباب كلها جعلته من الأشياء الأساسية الموجودة على أغلب موائدنا. طيب أستاذة، لو تعطينا رأيك في إن في امتناع البعض عن أكل الأرز والبحث عن بدائل لها. هو لو إحنا نحكي عن امتناع الناس عن الأرز، لو حكينا السبب الصحي اللي أنا ممكن هذا المريض يمتنع فيه عن أكل الأرز، هو وجود حساسية لدى هذا الشخص من الأرز، وهي الحساسية بتبين منذ الصغر. صحيح. الحساسية بتكون من نوعية البروتين اللي موجودة في هذا الأرز طبعا، وممكن الأم تلاحظ بعض أعراضها وتعرضها على الطبيب بعد ما يشوف التحاليل يثبت فعلا أنه هذا الطفل عنده حساسية من الأرز. في هاي الحالة طبعا بصير عندنا التدخل الطبي من جانب الدكتور والأخصائية التغذية في أنها تبلش تعطي الأم بدائل لهذا الطفل. لو حكينا على بعض البدائل اللي ممكن تعطيني، خلينا نحكي فوائد مماثلة للرز أو حتى شوي تفوق على الأرز، اللي هي عندنا مثلا ممكن الشخص يتناول الكينوا
الكينوا حتى هي خالية من الجلوتين. الناس اللي عندها حساسية القمح تعتبر الكينوا حل إلها. عنده حساسية من الأرز وحساسية من القمح، فتكون الكينوا مصدر غذائي مفيد وغني بالبروتين، غني بالأحماض الأمينية، يعتبر مصدر بديل عن الأرز. البرغل أيضا يعتبر من المصادر البديلة عن الأرز للناس اللي عندها تحسس من الأرز، السريكة، الشعير، كل هذه مصادر غنية عن أو بديلة عن الأرز وتحتوي على قيمة غذائية عالية نعتبرها مماثلة للأرز، وبعضها يحتوي على حتى ألياف أعلى خاصة من الأرز الأبيض. نعم طبعا أستاذة سهى، أول شيء أصبح عليك بالخير. صباح النور والسرور حبيبتي. أهلا فيك أستاذة سهى. طبعا أنت قلتين الحين عن البدائل اللي ممكن تكون بنفس القيمة الغذائية للأرز، فإحنا نبي نعرف منك الحين هل حقا يعني هل فعلا هاي البدائل مماثلة لفوائد الأرز؟ إذا تناولها الشخص بكمياتها المعروفة تعتبر بديل للأرز، خاصة زي ما حكينا الناس اللي عندها حساسية يعني حالة مرضية معينة، فلا يعتبر نعم بديل. يعني مثلا زي ما حكينا الفريكة غنية بالحديد، غنية بالكالسيوم، فيها نسبة ألياف وبروتين، إذن هاي مماثلة للأرز. البلغر بالعكس، البلغر فيه سعرات حرارية أقل من الأرز، ففيها فوائد. الكينوا تعتبر بديل برضه جيد وفيها بروتين أعلى من الأرز كمان، فكبدائل نعم متوفرة البدائل. وضروري جدا جدا الناس اللي عندها حساسية من الأرز ينتبهوا على قراءة الفود ليبل اللي هو البطاقة الغذائية، لأنه في الأرز يدخل في كثير من المنتجات عندنا، سواء كان على شكل بودرة، على شكل نشا، نشا الأرز. فلازم الأهالي ينتبهوا، خاصة إذا كان عندهم طفل عنده حساسية من الأرز، لهاي الأشياء لمنع أي مضاعفات أخرى ممكن تصير فيما بعد. نعم أستاذة سهى، يمكن سؤال يعني الحين خطر على بالي وانت تتكلمين عن الكينوا، إذا مثلا اليوم طفلي ما تناول أرز بس السلطة كانت تحتوي على الكينوا في مكوناتها، مثلا ما أكلت وجبتها على الغداء عدل، ما أكلت العيش صحن كامل بس كلت السلطة عدل، نقدر نقول إن هي حصلت الفائدة؟ هي بتحصل الفائدة، لكن بدك تكوني حريصة. هي ممكن ما تأخذ الأرز، إحنا منحكيش بس عن بروتين، نحكي فيه عن مصدر نشويات كمان اللي هو مصدر الطاقة الأول، نحكي فيه عن المعادن الأخرى والفيتامينات الثانية. فهي ممكن على الغداء ما حصلت أو أخذت كينوا، الكينوا المضافة للسلطة كمية كم بدها تكون، ملعقة ملعقتين، غير لما تكون تتناول هذا الطفل كوب من الأرز. هذا إحنا نحكي عن اللي ما عنده تحسس من الأرز، الطفل العادي. ممكن يكون أخذ هذا الملعقتين من الكينوا اللي موجودين في الأرز، لكن هل حصل على مصدر نشويات ثاني؟ هل كان في بطاطا؟ هل كان في معكرونة؟ في الوجبات الأخرى أو في السناك اللي بين الوجبات حصل النشويات اللي لازم لهذا الطفل خلال اليوم؟ فخلص هذا ممكن يكون اليوم ما يتناول أرز، يمكن أخذ ساندويش الصبح، يمكن أخذ حبوب الإفطار، يمكن بين الوجبات أخذ سناك خفيف، معجنات أو أي شيء. فأنت هون غطيت الاحتياجات من النشويات. أنا بيهمني في النهاية أنه عم بيحصل على نشويات، بيحصل على بروتينات بشكل متكامل. نعم صحيح، فأنت الحين تجرينا لهذا الموضوع المهم، نحن نقول للي عندهم حساسية من الأرز هناك بدائل للأرز وبنفس القيمة الغذائية. صحيح جدا مهم أن يشوفون مثل ما قالت الليبلز الموجودة على بعض المأكولات، لأن الأرز يدخل في العديد من الأكلات، فيحتاطون إذا كانت عندهم بالفعل الحساسية الشديدة من الأرز. نعم. وطبعا أستاذة سهى الحين بنسأل اللي يدورون على الرشاقة ويفكرون أنهم يتركون العيش لأسباب الرشاقة وليس لأسباب صحية، شو تنصحينهم؟ المشكلة عندنا في المفهوم اللي بيوصل للناس، إنك بدك توصل للرشاقة أنت مش الفكرة بالأرز، الفكرة بالكمية اللي راح تتناولها من الأرز. أنا عندي الأرز بيعطيني نشويات، مصدر كربوهيدرات، عم بيعطيني طاقة، بيعطيني سعرات حرارية. أنا لما بدي أشيل الأرز نهائيا من نظامي الغذائي، هل أنا حطيت بديل ثاني؟ البديل الثاني إذا كان يحتوي على نفس السعرات الحرارية، إذا أنا بالنهاية بدلت الكربوهيدرات اللي جيتني من الأرز بمصدر كربوهيدرات ثاني. إذا أنت لا، بالعكس ممكن تتناول أنت الأرز حتى لو بدك تحصل على جسم رشيق، حتى لو بدك تنزل من وزنك، بس انتبه على الكمية أولا اللي أنا حتناولها من الأرز، ثانيا انتبه على طريقة طبخي للأرز. طريقة الطبخ جدا مهمة. هل أنا بطبخه
مع الزيوت ومع السمن وبخليه أو أنا بشغله. أنت لما بتشغل بتخفف من كمية النشويات، مظبوط بيفقد بعض الفيتامينات اللي راح تروح، لكن بخفف من كمية النشويات لأن خايفة من وبعديها إن وزني يزيد. إذا عندي طريقة أكل طبخ الأرز، الأوقات اللي أنا كمان بتناول فيها الأرز، أنا بتناوله على العشاء ولا بتناوله بس في وجبة واحدة خلال فترة الغداء ولا أمتى بتناوله. نوع الأرز، أنا بدي أخفف وزني، أوكي ماشي، لكن ممكن بدل ما أخذ العيش الأبيض أخذ البني، الرز البني، بالعكس بحصل فائدة أكثر، بأخذ ألياف، بأخذ فيتامينات الموجودة في القشور، بأخذ كثير من المعادن اللي بالرز الأبيض بتكون راحت مش موجودة عندي، مع مراعاة الكمية. إذا عشان أوصل للوزن اللي أنا بدي إياه، مش العبرة في إني ألغي الأرز من قائمتي. لا، أنا بتناول الأرز بالكمية البسيطة بكمية مخففة من ضمن السعرات الحرارية اللي راح تكون محسوبة لي خلال طول هذاك اليوم. صحيح. طبعا أستاذة سهى محمود أخصائية التغذية العلاجية، الحديث معك جدا شيق وجدا ممتع، شكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتيني إياها، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكم، صباحكم سعيد. صباحك أسعد. آمنة شرايك؟ رأيي الاعتدال دائما. الاعتدال صحيح. لما باللي يبغى ينزل وزنه يعني يترك العيش نهائيا، حتى هذا دكتورة المعدة تنصدم، كل يوم تاكلين كبسة ولا كل يوم برياني فجأة بس الدياي بدون يعني العيش، يقول وين البريان يعني وين العيش اللي أنا كل يوم متعود عليه. أحس صراحة أن البطن ينصدم ينصدم من الأشياء اللي الأشخاص يسوونها. بس المعلومة الجديدة دكتورة، البدائل اليوم، البدائل يعني سجلتهم عندي ترى، حتى أنا نوت على طول على طول سجلتهم عندي. قالت الأستاذة كينوا، برغل، فريكة، شعير. أنا شخصيا وايد أحب البرغل، يسوونها بالطريقة التركية تكون جدا لذيذة. دكتورة أنا أحب الكينوا. الكينوا، الكينوا في السلطات بس الصلاطات. مش كبديل عيش، عرفتي، كبديل رز. بس هي قالت إنه هو بديل. بديل يعني حق اللي عندهم حساسية. لا، لأن تعرفين في ناس يسوون الكينوا كأنه عيش يعني ويأكلونه كأنه عيش. لا ما شيء ما أقدر أكله، أحطه في سلطة جرجير. في السلطات تكون وايد لذيذة. نعم طبعا احنا متعودين نجوع المستمعين. صباح الله خير، اتمنى اللي يسمعنا الحين يصير ياخذ له شيء سلطه ياكل بدالي وبدالك. ان شاء الله. انا عاد بدالي قهوه، اذا ياخذ من قهوه بدالي اوكي. عن امن السلطه. مستمعينا الاعزاء، بنطلع فاصل قصير، بعد الفاصل بنتحدث عن موضوع جدا شيق اللي هو الطب التكميلي. فاصل قصير وراجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. وطبعا في برنامج صحة وسعادة عودناكم أن نقدم لكم خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم عندنا خدمة تهم الكثير من أفراد المجتمع، وضمن جهود الهيئة المتواصل لتعزيز الصحة العامة وخدماتها التي تعمل على رفع الجودة باستمرار، تأتي خدمات مركز دبي للطب التكميلي اللي توفرها هيئة الصحة بدبي للمرضى والمتعاملين معها بوجه عام. حول هذا المركز المتخصص وخدماته بتحدثنا اليوم ضيفتنا الدكتورة أمجاد المرزوقي، مدير مركز دبي للطب التكميلي في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. يعني الموضوع اليوم شيق، يعني طب تكميلي أمنا، فأظن يعني أنا وإنتي بنستلم الدكتورة اليوم. صباح الخير دكتورة أمجاد. صباح النور والسرور. هلا حبيبتي، هلا فيك دكتورة. بداية لو تعرفين المستمعين شو نقصد بالطب التكميلي. الطب التكميلي هو أي نوع من أنواع العلاجات اللي غير مشمولة ضمن نطاق الطب التقليدي اللي احنا متعارفين المتعارف عليه عندنا، اللي هي الأدوية والعمليات وهالأشياء. لا، الطب التكميلي هو كل نوع علاج احنا نسويه خارج هذا النطاق. عندك أمثلة كثيرة مثل الأيورفيدا اللي هي، أو العلاجات مثلا بالطب الصيني، الطب الأعشاب، التقويم العظام، حتى الحجامة تعتبر نوع من أنواع الطب التكميلي. ومنها الخدمات اللي احنا نقدمها في المركز عندنا مثل العلاج بالأوزون، في بعض الأماكن يعطون علاج بالفيتامينات أو
بعض المكملات الغذائية. فهذا احنا كل او الهوميوباثي هذه كلها تعتبر انواع علاجات غير مشمولة في نطاق الطب التقليدي، فاطلق عليها في كان في حد يسميها قبل الطب البديل. صحيح. ولكن شوية صار في يعني هذا الاسم كان عليه controversy او يعني بعض النقاش، انه معنى كلمة الطب البديل انك انت تستبدل علاجك الطبيعي او صار عفوا اللي هو بالطريقة التقليدية باستخدام هذه المواد او هاي انواع العلاجات. فاحنا في الهيئة ما كنا حابين انه يعني يكون هذا المسمى عشان ما يكون في تضارب عند المتعامل معنا او المريض، فاحنا اخترنا الاسم الطب التكميلي لانه هو العلاج يكمل بعضه. وحتى عفوا عالميا صار تفضيل اسم طب تكميلي على طب بديل لان احنا نكمل العلاجات الاخرى ونتعامل معها يعني يعني نشملها نشمل العلاجين مع بعض. صحيح. يعني بياني متعامل مثلا ياخذ اي ادويه، احنا اول شيء نقول له يا كمل على ادويتك الطبيعيه اللي تاخذها وكمل على معالجاتك مع الاطباء التخصصات اللي انت تتابع فيها بالاضافه الى العلاجات اللي احنا نقدمها. لو تعطينا نبذة دكتورة عن مركز الطب التكميلي، شو إمكانياته وشو تجهيزاته عشان المستمعين اللي حاب مثلا يستفيد من هاي الخدمات يلجأ أنا لكم. أنا حس دكتورة هندي اللي تبغى تستفيد أنا بروحي اليوم. هي. حياكم أنا أول المل. أنا أهتم بكل شيء جديد ومتداول، يعني بالنسبة لي أي شيء يحسن من جودة الحياة عنا إحنا يعني دائما نحبه. وإذا عنا دكتورة طبعا مركز مثل هالمركز تبع لهيئة الصحة في دبي، فأكيد نبغى نعرف عن هذا المركز وشو هي إمكانياته والتجهيزات. بالضبط. أكيد المركز أمانة مش جديد وايد، يعني تأسس المركز من 2002 تقريبا. كان بداية بدأت كعيادات تأسسها الدكتور أحمد الجزيري، كان رئيس أقسام الجراحة سابقا وكان هو مدير المركز هذيك الأيام. كان عبارة عن عيادة اللي هي أول ما بدأ عيادة العلاج بالأوزون. أيوة. كانت واحدة من ضمن العيادات تحت إدارة مستشفى راشد. بعدين بدأت تنضاف إلى عيادات أخرى مثل عيادة الرنين الحيوي، وبعدها على 2008 ضفنا عيادة العلاج بالميتاترون. مع التغيير الهيكلية الجديدة اللي استوت في هيئة الصحة عام 2018 استوى انتتي المركز عبارة عن مركز سيبرت أو متكامل يعني خاص تحت إدارة المراكز التخصصية، فاستقلينا عن إدارة مستشفى راشد فاستوينا الحين مركز قائم بحد ذاته. حاليا المركز يقدم ثلاث خدمات، ثلاث أنواع من العيادات. عندنا عيادة العلاج بالأوزون، عيادة العلاج بالميتاترون، وعيادة الرنين الحيوي. كل هذا يعني وكل عيادة لها نوع سبيسيفيك من العلاج يعني غير عن العيادات الأخرى. وطبعا حاليا نطمح وياسين نشتغل على أن نزيد عدد الخدمات المتخصصة في الطب التكميلي. طبعا هذا ضمن توجهات الهيئة بدائم توفير أفضل الخدمات أو أفضل العلاجات أو السيرفيسز الموجودة. طبعا في عيادات موجودة في دبي أو في الدولة بشكل خاص، ولكن إحنا نعتبر أول مركز حكومي لتقديم هذا النوع من العلاجات، وإن شاء الله في بصدد أن إحنا نزيد أنواع الخدمات في القريب العاجل بإذن الله. نعم طبعا دكتورة، إذا في حد من المستمعين الحين يسمعنا أكيد بيتراود لذهنه شو هو أو شو هي نوعية الخدمات الطبية اللي يوفرها مركز الطب التكميلي في الهيئة. إذا بتكلم لك بشكل مختصر عن تقرير العيادات الموجودة، أول عيادة اللي هي عيادة العلاج بالأوزون. والأوزون هو عبارة عن غاز الأكسجين المشبع. الأكسجين المشبع مثل ما هو متعرف عليه O2، الأوزون هو O3. نستخدم غاز الأوزون الطبي في تركيزات معينة لعلاج أمراض مختلفة. طبعا أحب أنوه عليه وأركز عليه أن العلاجات عندنا ما تشفي أو تخفي المرض نهائي، ولكن تساعد في التحسين من الأعراض، تقليل الآلام، منع الكومبليكيشن أو يعني مضاعفات الأمراض اللي تستوي. فعلشان تي لأن في ناس مثلا يعني عندهم مثلا الناس اللي سامعين بهالنوع من العلاج عندهم تصور خاطئ إن إذا أنا باخذ العلاج بيشفيني تماما. هذا الشيء لا، إحنا ما نحب نكون واضحين ونكون في شفافية للمراجعين أو الكاستمرز مثلا نقولها لا، العلاج يساعد تحسين الوضع العام، تحسين الأعراض اللي عند المريض، منع الكومبليكيشن، تخفيف الألام. يعني طبعا لأن في أنواع مختلفة من العلاج على حسب الحالة المرضية، ولكن لا يقضي على المرض تماما. صحيح. عندنا طبعا في عيادة الأوزون في عدد أنواع مختلفة من العلاجات.
كل علاجة مثلا عن طريق الدم، الإبر، الحقن الشرجية، المراهم، الووتر، بس كل علاج يعني حسب الحالة المرضية اللي توصلنا نشوفها وشو تناسب مع البروتوكولات العلاجية اللي عندنا، يقدم لها العلاج على هذا الأساس. في هذا باختصار العلاج بالأوزون. العلاج بالميتاترون، أو أحب أذكر شغلة عن العلاج بالأوزون لأن يمكن الناس شوية بالنسبة لها الشيء الموضوع جديد، وهذا غاز. العلاج آمن جدا طالما استخدم ضمن البروتوكولات العلاجية والتركيزات يعني اللي احنا نمشي عليها. ما في منه سايد إفكت الحمد لله، يعني إذا ما فاد الإنسان ما يضره، لأن هذا عبارة عن أكسجين، ما في أي شيء إكسترا. ما في إلى أي مواد أو أدوية مضافة، هو عبارة عن غاز فقط. في فعالية الحمد لله، يعني إحنا من 2002 لين اليوم شغالين، والحمد لله عندنا استجابات وايد زينة، ما كان عندنا أي complications، ما صار عندنا أي مضاعفات ولله الحمد، ومحصلين فايدة، أو المرضى بشكل عام محصلين فايدة واستجابة وايد زينة من العلاج. فبال يعني هالشيء هم خليهم إن مستمرين معانا، في ناس مستمروا معانا من 2002 و2003 لين هذا اليوم، بفترة وفترة يوم يأخذون الكورسات الفولو أب اللي يسوونها. كذلك بس في بعض الحالات المرضية تتعارض مع العلاج بالأوزون، وهذا لازم ننوه عليه، مثل الناس اللي عندها زيادة إفراز في الغدة الدرقية، أو اللي احنا نسميه بالميديكال تيرم الهايبر ثايرويدزم، ممنوع انه ياخذ هذا العلاج لأنه ممكن يسوء الحالة. المرضى اللي عندهم أنيميا الفول، أو اللي هم تعارف عليه G6PD، بعد ما نقدر ناخذهم لأنه يتعارض معاهم العلاج. المرضى اللي صاير لهم ريسنت اللي هو نزيف في المخ أو جلطات في القلب، هذا يعني مثلا خلال 3 شهور ما ناخذهم، ممكن بعد هالفترة بحيث لما تكون حالة المريض ستيبل ما في مشكلة. الحوامل ما نقدر ناخذهم، ما في أي دراسة تقول إنه يتعارض، ولكن أنت تعرفين بأن الحامل يمنع عليها جميع الأشياء يعني نظرا عشان صحتها صحة الجنين، فنفس الشيء يطبق علينا. هاي أكثر الموانع اللي إحنا يعني لازم نكون نتأكد من المريض، حتى نطلب هاي التحاليل من المريض عشان نتأكد إنه ما يعاني من هالمشاكل، بحيث إنه ما يتعارض مع صحته إذا خذ العلاج بالأوزون. علاج بالميتاترون هو نوع من أنواع الأجهزة اللي تستخدم اللي إحنا نسميه نون لينير سيستم، مثل نظام الموجات. إذا ما عارف إذا عندك فكرة، مثل طريقة اللي هي الموجة إذا بتسوي تخطيط للقلب أو تخطيط مثل الأشعة تبي، ما أعرف مش أشعة، موجات. لا مش أشعة، هي بتكون مثل الموجات. هي بالضبط مثل الموجات. نوصل المريض على الجهاز، طبعا نون انفيزيف، مجرد انه يكون مثل الهيدسيت، يعني ما في ابره او الم او اي شيء، بس انه يكون المريض كونكتد على الجهاز. ويقوم الجهاز مثلا على حسب الحاله المرضيه او الجهه يعني عفوا العضو المتاثر عند المريض، يسوي له مثل استدي يعني سكرينينج او شامل للعضو، بحيث انه نشوف نوصل يعني مثلا في اسباب تكون دائما احنا نسميها سب كلينيكال مش موجوده، يعني ممكن تسوينا في التحاليل او العاديه المتعارف عليها ما تكون واضحه وايد، لكن ممكن الجهاز هذا انه يبين الاشياء اللي مثلا الهيدن او المخفيه المش موجوده، ويساعد انه نبرز هاي البوينتس او للمريض. يعني مثلا ممكن انت تكونين مثلا عفوا بسم الله عليك اقصد المريض متحسس من ماده معينه، لكن مثلا مسوي تحاليل الحساسيه كلها تطلع عند النورمال، الجهاز ممكن يبين له في بعض المواد مثلا المثل الحديد الذهب هالاشياء مثلا، يعني اعطيك مثل انه انت ترى تتحسس من هاي الماده. ايوه يعني هالجهاز يعني الشخص اللي مثلا عنده حساسيه ومو عارف شو متحسس ومسوي كل الفحوصات، ممكن هذا الجهاز يساعد انه بالضبط ممكن انه يساعد انه يكشف هاي الحال، يعني هاي السبب. وحتى هذه معظم من الحالات الكثيره اللي عندنا خاصه على العياده بالترون هي انواع الحساسيات والارتكاريا اللي مش معروف سببها. ففي نفس الوقت الثيرابيست اللي شغاله على الجهاز تعاين المريض، تشوف شو الاسباب، وتحط له ريجيمن علاجي بعد ناتشرال، يعني اما تغيير لايف ستايل، تغيير نوع معين من الأكل، تضيف لأنواع من الهوميوباثي أو هي العلاجات اللي بالعربي ترجمتها المثلية أو الهوميوباثي، اللي هي تستخدمين مواد طبيعية تؤدي مثلا بعض وظائف الدواء، يعني بدل مثل ما ياخذ مرض دواء مثلا للحساسية ممكن نعطيه علاج مشابه
انه بس ناتشرال بتركيبته. مثلا يعني وتسوي له رجم معين تتابع فيه مع المريض كل فتره وفتره ويشوف، ولله الله الحمد في تحسن نسبه يعني فعاليه هذا الجهاز او الاكيرسي ماله حوالي 75 إلى 80%. تمام. ونفس الشيء بعد في موانع للعلاج هذا، مثلا اذا كان المريض عنده اي اجهزه في جسمه، خاصه اذا كان منظمات القلب او بروستاتيك او اشياء يعني مثل اللي هي الحديد او كذا مثلا في جسم الرئتي، الحوامل نفس الشيء، المرضى اللي عندهم صرع يعني يفضل إحنا ما نقدر ناخذهم حق هذا العلاج. صحيح. او هاي النوع من العلاج، هاي الموانع نفس الشيء، ما اذا ما فادت ما تضر لان اشياء ناتشورال. صحيح. العيادة الثالثة اللي هي عيادة الرنين الحيوي، بنفس المبدأ بعد تشتغل على نوع من الموجات والترددات في الجسم، تقيسنا مدى الترددات في الجسم وتقارنها بـ other substances، سواء اللي هي يعني سواء الداخلية اللي هي مثلا سوائل الجسم أو إفرازات الجسم أو الأدوية أو أيضا المواد الثانية بنفس الكونسبت، وتشوف مدى تعارضها أو تفاعلها مع الجسم والجلسات اللي تصحح هاي الأمور أو تعدلها. هذا بشكل مختصر الخدمات الحالية المتواجدة في المركز ونقدمها للمتعاملين. طبعا إذا هم حابين يعرفون أكثر عن الخدمات هذه دائما بإمكانهم أنهم يتواصلون معكم دكتورة، بس لو تخبرينا كيف رحلة المتعامل عندكم داخل المركز أو كيف ممكن الواحد يحصل على هذه الخدمات؟ طبعا جميع المعلومات هاي مذكورة بشكل يعني مبسط وواضح للمتعاملين في موقع الهيئة، في على الابليكيشن مال الهيئة موجود السيرفيس كاتالوج او دليل الخدمات للمركز على موقع الهيئة، على الابليكيشن او مركز الاتصال اللي هو 800-342 او حتى بالحضور شخصي للمركز، لان في وايد ناس ساعات يكونون في، لان المركز عفوا موقعه في مستشفى راشد ضمن نطاق حرم مستشفى راشد. أيوة. ففي ناس وايد يكونون ضمن لما يكونون يعني جايين للمستشفى ويشوفون المركز يتواصلون لين عندنا ويستفسرون بالديتيل هذه. طبعا معظم الانفورميشن اللي انا ذكرتها متواجده على كل هاي الاماكن. واذا تحبين اقدر انا بعد اعطيك نبذه بسيطه، انه طبعا نفضل ان المريض يكون جاي بتحويل طبي، بما ان احنا يعني ما نشخص حالات، احنا نستلم حالات مشخصه جاهزه. صحيح. على اساس ان احنا فنفضل ان المريض يوصلنا بتحويل طبي، سواء اذا كان من مرضى الهيئه سواء من عيادات البي اتش دي او العيادات الصحيه الاوليه او حتى من العيادات التخصصيه سواء الباطنيه الجراحه، اي عياده طبعا المريض راجع فيها ممكن يطلب تحويل لأي وحدة من عيادات مركز الطب التكميلي سواء. صحيح. الأوزون أو الميتاترون أو البايوريزونانس، التحويل موجود في السيستم يقدر ينطلب. من ضمن التحويل يعني نذكر للمريض ينطلب منه أن يسوي التحاليل اللازمة عشان نتأكد أن المريض ما يعاني جدلت من المشاكل الصحية. صحيح. أو الأمراض اللي هي تتعارض مع العلاج. بمجرد ما يحصل المريض على التحويل يبين عندنا، فإحنا نتواصل مع المريض ونتصل فيه ونعطيه الموعد، لأنه المواعيد تكون على حسب الحالة المرضية وحسب البروتوكول العلاجي. فنقوم احنا بالتواصل مع المريض اذا جانا للمركز ياخذ الموعد بنفس الوقت، اذا وصلنا للتحويل عن طريق السيستم نتواصل مع المريض بنفس الوقت واحنا نعطيه الموعد. صحيح. فطبعا بيوم الموعد المريض يوصل عندنا، بيشوف طبعا بيكون للريجستريشن او التسجيل اللي هو الاجراءات التسجيل العادية للمرضى، بعدين بشوف خدمات التمريض، وبعدين حسب التحويل سواء عيادة الأوزون أو الميتاترون أو البايوريزونانس اللي هو محول عليها بيدخل وبيكون يعني بيستلم بنشوف الحالة وبيستلم العلاج اللي هو المتناسب لحالته. بخصوص المرضى اللي هم مش من متابعين هيئة الصحة يعني مثلا من باقي إمارات الدولة، نفضل أن يكون عندهم تقرير طبي، إذا صعب عليهم يجيبون تحويل من أحد العيادات يكون عندهم تقرير طبي بالحالة، بحيث أن يكون عندنا evidence أو يعني دليل أنه هو المريض يشتكي من هاي الحالات أو عنده مثلا أمراض معينة تتعرض ولا لا. فعلى أساسه نقدر أن احنا نعطيهم العلاج المناسب. نعم دكتورة، قلتي لنا أن موجود مركز الطب التكميلي ضمن نطاق مستشفى راشد، هل هناك أوقات معينة لعمل هذا المركز عشان نفيد المستمعين؟ طبعا المركز شغال من الأحد لين الخميس من الساعة 7:30 للساعة 2:30.
نعم، وطبعا مثل ما ذكرتي هناك خدمات جدا متميزة تقدمونها في مركز الطب التكميلي، فكل اللي على المتعاملين انهم يسوونه يتصلون على 800342 ياخذون موعد عن طريق المراكز الصحية يتم تحويلهم او العيادات التخصصية مثل ما ذكرتي دكتورة أمجاد. نعم. فحابين نسمع منك دكتورة يعني كلمة أخيرة أو سؤال شائع أخير تبين أن المستمعين يعرفون عنه أو تجاوبين عنه قبل ما ننهي هذه الفقرة. طبعا الأهم شيء أن أبغي أركز عليه للمرضى أن العلاج آمن، لأن في وايد ناس متخوفين أو يسمعون معلومات مغلوطة أو يقرون حتى في بعض مواقع في الانترنت ان المرض هالعلاجات تسبب جلطات، تسبب وفيات، تسبب كذا، فيكون في وايد تخوف او يعني مثل مريض يكون جاي متخوف او حتى ما يعني ما يتشجع انه يزورنا. بالعكس انه يقول العلاجات الحمد لله امنه، احنا نستخدم بروتوكولات علاجيه معترف فيها ومضمونه على يعني مدارس اوروبيه، احنا ناخذ البروتوكولات العلاجيه هاي ملتزمين فيها للتأكيد على سلامة المريض، لأن هذا أهم أولويات من إحنا ما يعني سلامة المريض وفعالية العلاج هاي أهم أولوية إحنا نقدمها للمريض. فأحب أقول إن الحمد لله ولله الحمد العلاج آمن فعال، وايد عندنا حالات استفادة من أنواع اللي نقدر نقدمها في حال يعني حالات كثيرة، يعني عندنا أمراض مثلا كثيرة ممكن المريض يمكن في بعض الناس يقول شو حاليا بيكون استفسار شو أنواع الأمراض اللي تأخذونها. في عندنا مثلا الأمراض السكري، الضغط، الكوليسترول، اللي هو كسل الغدة الدرقية عكس النشاط، التصلب اللوائحي، الذئبة الحمراء، الحساسيات، الأنواع مختلفة، الأرتكارية، الأكزيما الصدفية، الانزلاقات الغضروفية، الشد العضلي، الالتهابات المتكررة، الجروح المتقيحة، يعني في عندنا فرايتي وايد للأمراض اللي تينا وعلاجات مختلفة لكل حالة مرضية. نعم. ولله الحمد فيها فاعلية والعلاج آمن، وبالعكس أنا أشجع الناس على يعني أن تتجه لهذا النوع من أنواع العلاجات، لأنه يعني أولا طبيعي ما في منه مضار، ممكن يساعد في تخفيف ألام، في التئام جروح، في improving the lifestyle أو general health للشخص يعني، وهاي أشياء إحنا نسعى لها. وهذا الشيء ما أقدر أقول جديد لأنه موجود من زمان، ولكن يمكن كثير من الناس ما عندها وعي فيه أو ما عندها وعي موجودة عندنا في الهيئة. قولهم أهلا وسهلا حياكم الله. بس حبيت أنوه على شغلة بسيطة، أن حاليا المركز يقدم الخدمات لمواطنين الدولة، دول مجلس التعاون المقيمين في إمارة دبي وموظفين هيئة الصحة، وإن شاء الله حالي نعمل قريبا على زيادة الفئات من المستخدمين غير هاي الفئات في القريب العاجل بإذن الله. نعم. ولأن وأتمنى يعني من الجميع اللي أي حب عنده استفسار أو عنده أي معلومة حاب إنه يعرف عنها إنه ما يتردد في التواصل معانا، وإن شاء الله بنقدم كل اللي يكون يعني مناسب لهم. دكتورة أمجاد المرزوقي كل الشكر على المعلومات القيمة اللي عطيتينا، مديرة مركز دبي للطب التكميلي، شكرا على وقتك الثمين والمعلومات القيمة، يعطيك ألف عافية دكتورة. الله يعافيك، حياكم الله. كانت معانا الدكتورة أمجاد المرزوقي وحدثتنا عن شيء يمكن مش جدا شائع عامنا، يعني الكثير من المستمعين يمكن ما يعرفون أن هيئة الصحة أيضا توفر خدمات الطب التكميلي، مش كل الأفرع الطب التكميلي ولكن ثلاثة عيادات مهمة الدكتورة قالت عنها اللي هي عيادة الأوزون والرنين الحيوي وأيضا ذكرة الميتاثرون. فهذه العيادات مش بديلة للطب ولكنها تساعد في تكميل رحلة العلاج للمتعاملين. نعم، مثل ما ذكرت الدكتورة هو طب تكميلي كمل العلاج، فنحن أيضا سعيدين أن عرفنا المستمعين بهذه الخدمة اللي تقدمها هيئة الصحة في دبي. كل الشكر مستمعين الأعزاء لحسن استماعكم لنا، لحسن متابعتكم لنا. طبعا آمنة اليوم كانت مسويت لي سبرايز، شكرا آمنة لوجودك، افتقدت وجودك. هاي كانت حلقتنا لليوم مستمعين الأعزاء، حابة أشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذ أحمد سلامة لتنسيقه
ومتابعته لحلقة اليوم. طبعا مخرجنا المبدع الأستاذ سعيد المر، طبعا شريكتي وزميلتي الأستاذة آمنة العلي، كل الشكر لمشاركتك في تقديم حلقة اليوم. كانت معكم محدثتكم الدكتورة هند العوضي، ودمتم بالصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.